بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكرم هذا الإنسان وسخر له من مخلوقاته على دينه وعلى عبادة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، حملناهم في البر والبحر، ورزقناهم من الطيبات، فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ورددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا الإنسان إذا قام بما خلقه الله من أجله وأمره به، فإن الله سبحانه وتعالى يواصل له التكريم في الدنيا والآخرة. وأما إذا ترك ما أمره الله به، خالف أمر الله، فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه ويهينه، ورددناه أسفل سافلين. هذا الإنسان إما أن يكون متبعا عند الله في كرامته، وإما أن يكون منقلبا إلى أسفل سافلين. السبب في هذا عمل الإنسان، ما يعمله الإنسان هو الذي يرفعه أو يكفره، ولا يظلم ربك أحد. ومن تكريم الله لهذا الإنسان أن الله حرم دمه، حرم أن يعتدي عليه أحد ويسفك دمه. شخص عالم ولا يكره شخص عالم؟ أحنا سهلا. قال تعالى: بني إسرائيل، وكتبنا عليهم فيها في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وقال وكتب وقال وجل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فمن قتل نفسا بغير سبب شرعي فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه درب الناس على القتل وسنه لهم، ولأنه تحمل إثم من يقتل بسببه. في الحديث في قصة قال صلى الله عليه وسلم: ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول قسط من دم أو كفل من دمها،
لأنه هو أول من سن القتل. قال تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فهذا الآخر الذي لم يتقبل منه أخذه الحسد فقال لأخيه: لأقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ما قتلت بعد ذلك نفس ظلما إلا كان على ابن آدم القاتل الأول قسط من دمها، لأنه أول من سن القتل. فالنفوس لا يجوز قتلها إلا بمبرر شرعي كالقصاص، نفس النفس. وكذلك الإفساد في الأرض الذي يفسد في الأرض كقطاع الطرق والبغاة ومن يتعرض لأمن الناس ويزعج الناس ويخوف الناس، هذا مفسد في الأرض. أو الذي يروج المخدرات والمسكرات ويفسد عقول الناس ويفسد أبدانهم، فهذا مفسد في الأرض يقتل كفاً لشره، ردعاً له وكفاً لشره. وكذلك تقتل النفس في الحد، حد الردة، من ارتد عن دينه. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه. والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهؤلاء يقتلون يوجد لأنهم قام فيهم سبب القتل. وما عدا هؤلاء فلا يجوز قتل النفوس بغير حق بأي دعوة، سواء بدعوى الجهاد كما يسمونه، وهو ليس بجهاد، الجهاد ما شرعه الله سبحانه، الجهاد له ضوابط، له شروط مذكورة في كتب العلم، هذا هو الجهاد الذي شرعه الله. وأما قتل النفوس بالكميات، نفس واحدة قتل نفسا بغير نفس، نفس واحدة، أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، فكيف بالذي يقتل نفوسا كثيرة
تفجير وتخريب، ويدمر ديارا ويهلك أموالا ويروع آمنين، هذا من أعظم المفسدين في الأرض، أسأل الله العافية. هذا إفساد في الأرض وليس بالجهاد. والنفس المعصومة التي لا يجوز قتلها إلا بمبرر شرعي هي نفس المسلم، نفس المسلم. قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. الخطأ يمكن غير متعمد، يمكن قتل الخطأ، ومع هذا مع أنه خطأ فإنه لا يذهب هدرا، رتب الله عليه أحكاما. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، اعتاق رقبة مؤمنة على القاتل، تحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله، دية مسلمة إلى أهله. فأوجب في الخطأ شيئين: الشيء الأول الكفارة، الشيء الثاني الدية، دية النفس. والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لما جاء في آخر الآية، شهرين متتابعين. هذا نفس المؤمن، ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، لأن الخطأ يحصل غير متعمد، وصور الخطأ كثيرة أحيانا تجد. ومع هذا لم يعذر الله المخطئ في قتل الخطأ، بل أوجب عليه وأوجب على عاقلته ما أوجب، كفا للقتل وإن كان خطأ، وحفظا للنفوس من أجل أن يتحرز الإنسان لئلا يقع في الخطأ. تحرز، غاية التحرز لئلا يقع منه الخطأ، ترتب على ذلك قتل نفس أوجب الله عليه الكفارة، وأوجب على عاقلته وهم عصابته من الرجال أوجب عليهم الدية، دية الخطأ. وهذا لا يقف عند المؤمن، بل حتى من عصم الله دمه من الكفار، إما بذمة، عقد ذمة بينهم وبين المسلمين، وهذا يسمى بالمعاهد، آمن على دمه وماله. ولهذا قال: في من قتله خطأ وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة المؤمن، وإن كان من قوم، هذا محل الشاهد، وإن كان من قوم بينكم، يعني من الكفار، بينكم وبينهم ميثاق، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، توبة من الله،
دل على أن قتل المعاهد فيه مؤاخذة يستحق التوبة ولو كان خطأ توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. فانظروا كيف أوجب في دية المعاهد الكافر، أوجب فيه الدية والكفارة كما أوجب ذلك في قتل المسلم خطأ، لأنه معصوم الدم وإن كان كافرا بالعهد، والمسلمون يكرمون العهود ويوفون بالعهود ويعدلون مع في الناس ولو كانوا كفارا، ويعدلون ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذا في الخطأ، من قتل مؤمنا خطأ أو قتل معاهد. وأما العمد قد قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. سواء قتلها منفردا أو قتلها مشاركا فعليه هذا الوعيد الشديد، نسأل الله العافية. وأما قتل المعاهد عمدا فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 سنة لم يرى رائحة الجنة. هذا وعيد شديد لمن قتل معاهد. وكذلك المستأمن الذي دخل بلاد المسلمين بإذنهم أو بإذن ولي الأمر، هذا مستأمن يؤمن في بلاد المسلمين فيرجع إلى أهله، وإن كانوا حربيين يرجع إليه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. هذه طريقة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مع الكفار. إذا لمسوا من المسلمين العدل والوفاء بالعهود كان ذلك مدعاة لهم أن يسلم. وأما إذا لمسوا من المنتسبين إلى الإسلام العدوان والغدر فإن هذا مما ينفر عن الإسلام، وإن كان أصحابه يزعمون أن هذا من الدعوة إلى الله ومن ما يصلح هذا. ومن المستأمنين الذين يدخلون للعمالة من الكفار إذا احتيج إليهم دخلوا عمالا بعمل لا يقوم به غيرهم مصلحة المسلمين، فيؤمنون ما داموا في بلاد المسلمين. وكذلك السفراء من الكفار يؤمنون، فيرجعوا إلى بلادهم ما داموا في بلاد المسلمين، دخلوها بإذن وبنظام من الدولة من ولي الأمر ولهم حرمة، يؤمنون
حتى يرجعوا إلى بلادهم. هذا هو الإسلام. الإسلام ليس وحشياً دون دين عدوان وغدر، بل هو دين الوفاء ودين الدعوة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه أمور يجب على المسلم أن يعرفها. الله جل وعلا قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس، صفة عباد الرحمن، آخر سورة الفرقان. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، الشرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. انظر كيف جعل قتل النفس التي حرم الله في مرتبة بعد الشرك بالله عز وجل. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، ضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات كان الله غفورا رحيما. لم يغلق الله عليهم باب التوبة ولم يقنطهم ويؤيسهم من رحمته، بل إذا تابوا تاب الله عليهم سبحانه وأبدل حسناتهم وأبدل سيئاتهم حسنات وغفر لهم ورحمه. والنفس التي حرم الله عرفنا أنها نفس المؤمن ونفس المعاهد. المعاهد نفسه حرم الله قتله بالعهد بالأمان، حرم الله قتله وأوجب في قتلها ما أوجبه في قتل المسلم إذا كان خطأ، وإذا لم يكن خطأ يحرمه الله من الجنة ولا يجد ريحه، نسأل الله العافية. هذا وعيد شديد، يجب على المسلم أن يعرف هذا من دينه، يتفقه في دين الله ويعرف متى يباح قتل الأنفس، ويعرف ما في قتل الأنفس البريئة مؤمنة كانت أو معاهدة ما في ذلك من الوعيد الشديد. في وقتنا هذا كما تعلمون كثر التفجير والتخريب بإيحاء من الكفار، هم الذين يغذون هذا ويخططون له بخفية ويغررون ببعض أبناء وأولاد المسلمين لما يجدونه عندهم من الغيرة، ولكنها غيرة على جهل، وبما يجدون عندهم من محبة للجهاد في سبيل الله ويظنون هذا من الجهاد في سبيل الله وهو ليس كذلك، ليس من الجهاد، هذا من الغدر والخيانة. ثم انظروا ما يترتب على هذا التفجير وهذا التخريب، كم يقتل فيه من الأنفس من الرجال والنساء والأطفال، من الأنفس التي حرم الله قتلها. هذا الذي فجر نفسه ارتكب جريمتين عظيمتين. الجريمة الأولى أنه قتل نفسه، قد حرم الله عليه أن يقتل نفسه وتوعده بالنار، فالذي يقتل نفسه فوعده الله بالنار كما في الحديث: من قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده
يجأ بها نفسه في نار جهنم، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فإنه يتردى في جهنم، يتردى في جهنم والعياذ بالله. الله حرم على الإنسان أن يقتل نفسه حتى ولو مسه ما مسه من الهم، ما مسه من الضيق، يصبر لا يقتل نفسه بحال من الأحوال، لا يقتل نفسه. ومع هذا يسمون هذا القتل لأنفسهم بهذه الجرائم يسمونه بالشهادة في سبيل الله، هذا ليس شهيدا، هذا في جهنم كما سمعتم في الحديث. الشهيد هو الذي يقتل في سبيل الله، ما يقتل نفسه، وإنما يقتل، يقتل على يد غيره من الأعداء في سبيل الله في الجهاد، هذا هو هو الشهيد. أما الذي يقتل نفسه هذا مجرم، ليس بشهيد، يجب أن يعرف هذا. كم يترتب على هذه الجريمة، جريمة التفجير والتخريب، كم يترتب عليها من قتل الأنفس المعصومة اللي في بلاد المسلمين؟ هذا معصوم الدم إن كان مسلماً، هذا معلوم، وإن كان معاهداً أو مستأمناً دخل بإذن من ولي الأمر أو من أحد المسلمين، إذا أمنه أحد المسلمين دخل في بلاد المسلمين بأمان، فهذا ما دام في بلاد المسلمين فهو مؤمن، لا يجوز الاعتداء عليه. ولا يجوز قتل المعاهد سواء في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار. المعاهدون الذين بيننا وبينهم عهد، بيننا وبينهم هدنة، لا يجوز لمسلم أن يقتل أحداً منهم ولو كانوا في بلاده، لأن الإسلام يحترم العهود، فمن أوفى بما عاهد عليه الله سيؤتيه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه، من نكد فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤول، يسألك الله عنه يوم القيامة. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، قد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. العهود لها حرمتها ولها قيمتها عند الله سبحانه وتعالى، الغدر بالعهود هذا من صفات المنافقين لا من صفات المسلمين. المنافق من صفاته أنه إذا عاهد غدر والعياذ بالله، أما المؤمن فلا يمكن أن يغدر في العهد. ويجب على هؤلاء الذين غرر بهم، يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يتفقهوا في دين الله وأن يكفوا عن التفجير وعن التخريب. حتى في بلاد الكفار المعاهدين والمهادنون لا يجوز للمسلم أن يتصف بهذه الصفة ويغدر في بلاد الكفار أو في بلاد المسلمين. المسلم يعرف بالأمان، يعرف بالأمانة، يعرف بالوفاء، يعرف بالدعوة إلى الله على بصيرة، هذا ينفر عن الإسلام ولا يدعو إلى الإسلام، ما هكذا دين الإسلام. يجب أن يتنبه لهذا الأمر، ولا ينخدع الإنسان بالدعايات الباطلة ودعاة الضلال ودعاة السوء، أو يأخذ العلم عمن ليس من أهل العلم
أو عنده علم لكنه ليس من أهل خشية الله ولا يخاف الله عز وجل، فلا يأخذ شكراً. العلم إلا عن العلماء الأقوياء الذين يخشون الله سبحانه وتعالى، عن الربانيين، عن العلماء الربانيين الذين يخشون الله ويتقونه سبحانه وتعالى وينصحون لعباده، هم الربانيون. صاحب هذا السؤال تعرفه؟ فهذه الجرائم تفجير والتخريب، ترويع الآمنين، تشويه الإسلام أمام العالم، حتى أصبح إذا قيل مسلم قيل إرهابي، عندهم من كل مسلم إرهابي، سواء عن جهل أو يتعمدون هذا، فأصبحوا سبة على دينهم وعلى إخوانهم، فيجب عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يرجعوا إلى صوابهم وأن يتفقهوا في دين الله وأن يتوبوا إلى رشدهم ويتعقلوا في أمرهم وأن يعرفوا ما هو الجهاد في سبيل الله وما هي شروط، وأن يعلموا أن قتل الإنسان لنفسه لا يجوز بحال من الأحوال، لو أصابه الكرب والضيق، لو رأى أنه سيقتل ما يقتل نفسه، لو رأى أنه سيقتل ما يقتل نفسه، لو أصابه مرض خطير أو مرض مخوف لا يقتل نفسه، بل يصبر لقضاء الله وقدره ويعالج إذا كان عنده علاج أو هناك دواء يستعمل، لكن يقتل نفسه لا، هذا لا يجوز بحال من الأحوال، لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقتل نفسه بهذا التفجير ويعلم أنه سينقتل، يعلم هذا، إذن هو قاتل لنفسه متعمد والعياذ بالله، فعليه هذا الوعيد الشديد، وهو يزعم أنه يجاهد في سبيل الله وهو ليس مجاهدا في سبيل الله، جاهد في سبيل الشيطان، هو الذي أغراه وسول له وأملى له خدعة، سواء شيطان الجن أو شيطان الإنس، فالواجب أن يتنبه لهذا الأمر، وأن يتعلم أبناء المسلمين حرمة النفوس المعصومة، وأن يتعلموا ما يترتب على قتل الأبرياء والنفوس المعصومة من الآثام، قبل ذلك يتأملون ما يترتب على هذه التصرفات من الجرائم المتراكمة، قتل النفوس، إتلاف أموال، ترويع للناس، إخلال بالأمن، خروج عن طاعة ولي أمر المسلمين، شق عصا الطاعة، كل هذه جرائم، جرائم فظيعة والعياذ بالله، والسبب في هذا أنهم تلقوا العلم عن غير أهله أو اقتصروا على مطالعة الكتب من غير مراجعة العلماء وفهموا خطأ، فهموا خطأ وظنوا أنهم على صواب بسبب أنهم اعتزلوا العلماء وأخذوا العلم من غير أهله فوقعوا فيما وقعوا فيه، وليت الأمر اقتصر عليهم والضرر اقتصر عليهم هم، بل هذا تعدى إلى تشويه الإسلام والكذب على الإسلام وتعدى إلى قتل نفوس كثيرة بريئة ليس لها جرم، الأطفال ما جرمهم، النساء ما جرمها، المستأمنون والمعاهدون الذين لم يحصل منهم شيء أذن على المسلمين ما جرمهم، ومن حصل منه شيء
يرفع أمره لولي الأمر، هو أنت اللي تعاقبه. المسألة محكومة ولها أنظمة ولها أحكام شرعية، فأنت تكون من المسلمين الذين يحملون الإسلام الصحيح بآدابه بشرائعه، تكون قدوة صالحة ولا تكن سبة على دينك وعلى وطنك وعلى أهلك وعلى المسلمين عموما. كما تعلمون الآن أصبح اسم الإرهابي واسم المسلم مقترنين، إذا قيل مسلم قالوا هذا إرهابي، لأن الإسلام عندهم هو الإرهاب، سواء عن علم يريدون التدليس على الناس أو أنهم جهال بالإسلام ولا يدرون، يأخذون الإسلام من الأشخاص المدعين للإسلام ولا يأخذون الإسلام من أصوله، من الكتاب والسنة وأهل العلم، يأخذونها عن هؤلاء الأفراد الذين إما أنهم جهال ووقعوا بما وقعوا فيه بسبب الجهل، والجهل داء قاتل، وإما بسبب أنهم دعاة سوء، دعاة ضلال، يعمدون تشويه الإسلام. فنتنبه لهذا الأمر، وننبه أولادنا وإخواننا لهذا الأمر العظيم، نحمي أنفسنا وأيضاً نحمل ديننا حملاً صحيحاً، بحيث إذا رآه الناس رغبوا فيه ولم ينفروا منه. فهذا هو الواجب على كل مسلم. الحمد لله، مدارس المسلمين، معاهد، مدارس حتى الابتدائي والمعاهد والكليات، كليات الشريعة ووصول الدين، كلها تدرس الإسلام الصحيح، وتدرس الجهاد من الكتاب والسنة، وتبين متى يحل دم المسلم ومتى يحرم. الأصل من دم المسلم حرام، تبين أن دم المعاهد حرام كدم المسلم، فيأخذ العلم ويأخذ الإسلام عن أصوله، ولا يأخذه ممن هو عدو للإسلام ويتسمى بالإسلام، أو يأخذه عن جاهل لا يعرف ما هو الإسلام، أو يأخذه من فهمه هو وهو ليس عنده علم. فنحن نحمل ديناً عظيماً، يجب أن نفهم هذا الدين، يجب أن ندرس هذا الدين، والجاهل يعترف بجهله ولا يتدخل في الأحكام الشرعية ويقف عند حده. إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أعظم من الشرك القول على الله بغير علم. الذي يتكلم عن مسائل الجهاد ومسائل الولا والبر وهو لا يحسن ولا يعرف الأحكام الشرعية في ذلك، هذا يخطي أكثر مما يسن، ويسيء أكثر مما يحسن إن أحسن وأصاب، لكن الغالب أنه لا يحسن ولا يسيء، لأن ما ترتب على الجهل فهو جهل، والجاهل المركب أشد وأخطر من الجاهل البسيط، لأن الجاهل البسيط يدري أنه جاهل يتوقف، لكن الجاهل المركب ما يدري أنه جاهل، يظن أنه عالم،
يجهل ولا يدري أنه يجهل، هذا هو الجاهل المركب، وهذا هو الواقع في هؤلاء، جهلهم مركب، يجهلون ولا يدرون أنهم يجهلون، بل يظنون أنهم علماء وأنهم مصيبون، وأن العلماء على الوجه الصحيح أنهم مداهنون ومتساهلون وإلى آخره. جرائم كثيرة تترتب على هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يفقهنا وإياكم في دينه وشريعة نبيه، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. جزا الله معالي الشيخ صالح من فوزان الفوزان خير الجزاء على ما تفضل في هذه المحاضرة الطيبة العظيمة النافعة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هنالك من يحتج بجواز قتل الأنفس المعصومة، قتل النفس بالحزام أو غيرها من متفجرات في قصة الغلام، لأنهم يقولون أن المسلمين إذا لم يكن لهم طريقة لطرد العدو من أرضهم وبلادهم فإنه يجوز لهم فعل هذه العمليات، فما توجيه سماحتكم؟ هذا استدلال منكوس. الغلام ما قتل نفسه يا أخي، الغلام قتله الجبار، ما قتل نفسه، وإنما صبر على القتل من أجل الدعوة إلى الإسلام، صبر على القتل من أجل الدعوة إلى الإسلام، له ما قتل نفسه بيده حتى يحتجوا بذلك. نعم. سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ، لماذا هذا العداء على الجهاد وتحريض الناس على عدم الذهاب إليه، ومع أن الأمة الإسلامية محتاجة إلى الجهاد والأعداء لا يريدون الجهاد، فلماذا نوافقهم وما معنى ترهبون وجزاك الله خيرا؟ نحن نحب الجهاد ونرغب فيه، لكن هذا ليس بجهاد. قلنا إن هذا ليس بجهاد، هذا تخريب، قتل للنفوس بغير حق، هذا جهاد، حتى نفسه يقتل بغير حق، هذا جهاد. الجهاد له أحكام، له شروط، له ضوابط، يتولاه ولي أمر المسلمين ويدعو إليه. حتى بنو إسرائيل قالوا لنبي الله: ابعث لنا ملكا يقاتل في سبيله. ما راحوا يقاتلونهم، كل واحد أخذ السلاح، ابعث لنا ملكا يقاتل في سبيل الله، يعني قائد. طلبوه ممن؟ من نبي لهم، من ولي الأمر. الجهاد مرجعه، وهذا من الأحكام السلطانية، مرجعه لولي الأمر، هو الذي يأمر به، وهو الذي يتولاه، وهو الذي يجند الجنود، وهو الذي يعد الأسلحة. وترهبون عدو الله، ترهبون عدو الله، ما قال ترهبون المسلمين أو ترهبون المعاهدين، قال ترهبون عدو الله وعدوكم. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إمام مسجد الحي الذي يسكن الذي أسكن فيه يقرأ في صلاة الفجر أحيانا سورة الزلزلة في الركعة الأولى والثانية، فهل هذا هو السنة؟ السنة تطويل القراءة في صلاة الفجر، كما قال جل وعلا: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني صلاة الفجر سماها الله قرآنا لأنها تطول فيها القراءة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطول أو يطيل القراءة في صلاة الفجر، هذا هو الغالب لسنته، وكان يقرأ من 70 أو 60 إلى 100 عليه الصلاة والسلام الركعة الواحدة. أما أنه قرأ في سورة الزلزلة وكررها في الركعتين في صلاة الفجر،
هذا ورد في سفر، هذا ورد أنه كان في حالة سفر. نعم. أبي وأمي لا يريدون أن ترتدي زوجتي النقاب، فتركت المنزل أنا وزوجتي، فأسأل وأنا أسأل، يقول وأنا أسأل عنهم بصفة مستمرة وأرسل إليهم النقود، فهل عملي في الخروج من المنزل يعتبر عقوق الوالدين؟ لا، على طاعة لله ليس عقوق للوالدين، الوالدان هم المخطئان الذين يأمرون بكشف الحجاب وعدم النقاب، هذه معصية، ولا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. وإن جاهداك الوالدان عن الوالدين، إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لا يجوز طاعة المخلوق في معصية الخالق، لا الوالد ولا غيره. وأحسنت في أنك خرجت زوجتك في مسكن من آخر تبعد عنه، ولكن أنت تواصلهم، تبر بهم، تدعوهم، تأمرهم بالخير، تنهاهم عن الشر، تبين لهم أن الحجاب شرع، شريعة، واجب على المرأة. فإن رجعوا عن رأيهم واعترفوا بخطائهم رجع زوجتك في المسكن. هذا سائل من الانترنت من الجزائر، يقول من انتحر جاهلا بالحرمة أو قتل نفسا وهو لا يعلم الوعيد في ذلك، هل يترتب عليه الوعيد؟ الله أعلم، أمره إلى الله، لكن هذا مفرق، حيث لم يسأل أهل العلم، هذا مفرق في هذا الأمر، ولم يسأل أهل العلم ويتفقه في دين الله، ما شك أنه مخطئ وأمره إلى الله. نعم. سائل يقول سماعه الشيخ، الافكار السلبيه دمرتني وهي تقودني الى الانتحار، فما علاج هذه الافكار السلبيه؟ علاجها بالاستعاذه بالله من الشيطان، واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم، استعذ بالله من وساوس الشيطان ونزغاته، واكثر من ذكر الله، و عليك بالصبر والاحتساب، اصبر على ما أصاب، إن ذلك من عزم الأمور. نعم. يقول السائل، ابنتي تحتاج لإجراء عملية جراحية في منطقة حساسة، وكما تعلمون المستشفيات الحكومية الجراحة فيها رجال، والمستشفيات الخاصة باهظة الثمن، فما توجيهكم لي وجزاك الله خيرا؟ عند الضرورة إذا لم تجد من يقوم بالجراحة إلا طبيب مختص رجل قدر الحاجة الضرورة لا بأس بذلك، أما إذا وجدت مكانا آخر فيه نساء ويقمنا بالمطلوب لا يجوز لك أن تعالجها عند الرجال، إنما هذا عند الضرورة. نعم. قل السائل، والدي حج عام 1408 للهجرة، حج قارنا، وأخبرني عمي هذا العام أنهما حج قارنين ولم يذبح الهدي، فماذا علي عمله الآن علما بأن والدي قد توفي منذ زمن؟ إذا ثبت هذا فالهدي باقي في ذمتهما، الحي يذبح الآن قضاء والميت يذبح عنه. نعم. تقول السائل، تقول السائلة رضعت مع إخوان أبي، فهل يجوز أن أتزوج؟ سائل هذا يقول رضعت مع إخوان أبي، فهل يجوز لي أن أتزوج من إحدى بنات عمتي؟ أفتوني في ذلك. إذا كانت التي أرضعتك جدتك من أبيك، أم أبيك وأم إخوان أبيك، فبناتها بناتها أخوات، وبنات بناتها أنت خالهم. نعم، أنت خالهم، كذلك أنت عم بنات إخوة أبيك الذين رضعت من أمهم التي هي جدي، أنت تكون عما لهن، لا يحل لك هذا. نعم.
نود أن ننبه أيها الأحبة أن الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى ندوة عن علاج المشكلات الأسرية بالكتاب والسنة لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن أحمد الصالح وفضيلة الأستاذ الدكتور بدر بن ناصر البدر. سائل يقول سماحة الشيخ ما هي الشبهة التي يبني عليها التفجيريون قولهم وجزاك الله خيرا؟ شبه كثيرة، لكن من أعظمها وأخطرها أنهم يأخذون بالمتشابه من الأدلة ولا يرجعونه إلى المحكم، لا يرجعون المحكم المتشابه إلى المحكم الذي يفسره ويبينه، ويأخذون دليلا ويتركون الأدلة الأخرى التي تقيده أو تفسره أو تخصصه. وهذه مرتبة لا يعلمها إلا العلماء، أما الجهال والمبتدئون في طلب العلم فلا يعلمون هذا الشيء. وهذا من أعظم الشبهات في هذا الأمر، وكذلك تقليدهم أو طاعتهم لمن ليس عنده علم، من يدعي العلم وليس بعالم، أو طاعتهم لعدو يتزيى بالإسلام وهو يريد الإساءة إلى الإسلام. نعم. قل السائل سماحة الشيخ ما حكم الخروج مع جماعة التبليغ للاستفادة من مما عندهم من الزهد وتعلم طريقة الدعوة وجزاك الله خيرا؟ يا أخي أنت مع المسلمين والحمد لله، تخرج ليه؟ لماذا تخرج؟ تخرج عن المسلمين وعن بلاد المسلمين وعن جماعة المسلمين، الخير موجود ولله الحمد في البلد وفي المساجد وعند العلماء، ولا حاجة إلى هذا الخروج المبتدع. نعم. هل يجوز قتل السحرة استنادا لقتل حفصة الساحر؟ هذا لا يجوز إلا بحكم شرعي من القاضي وينفذه ولي الأمر، ما كل يقتل يقول هذا حد، حد يقيمه ولي الأمر ويكون بحكم شرعي بعدما يثبت على الإنسان أنه يستحق القتل. نعم. والسؤال سماحة الشيخ نرجو من سيادتكم توضيح شروط الخروج إلى الجهاد في سبيل الله. حفصة قتلت جارية لها سحرتها لأن السيد يقيم الحد على مملوكه، السيد يقيم الحد على مملوكه. نعم. ما شروط الخروج إلى الجهاد في سبيل الله؟ إذا دعا ولي الأمر إليه، وإذا استنفرتم فانفروا، فمن خصصه ولي الأمر يجب عليه وجوبا عينيا، وإذا حضر القتال بين المسلمين والكفار يجب عليه أن يقاتل ولا يفر من الزحف، وإذا حصر البلد عدو ودهم البلد عدو وكل من يستطيع دفعه وقتاله يدافع. نعم. هل يجوز التبرع بالدم إلى مريض نصراني؟ نعم، كما تطعمه وتسقيه وتكسوه من باب الإحسان، والله جل وعلا يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. نعم. كيف نجمع بين الحديث الذي فيه أن من قتل أحد فإن لابن آدم الأول كفل منها وبين غير حق؟ نعم. نعم. وبين قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ يعني بين الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أول من سن القتل، فهذا وزره، هذا وزره. نعم. بعض الكتاب في الصحافة يقول أن سبب التفجيرات والأعمال الانتحارية ترجع إلى التربية على مسائل الولاء والبراء والطرق عليها باستمرار من العلماء ومناهج التربية والتعليم، فما توجيه سماحتكم؟ كذاب، الولاء والبراء شيء والتفجير والتخريب شيء آخر، وهذا لا إما أنه يعكس الأمور
يقلب الحقائق، وإما أنه جاهل ولا يدري. نعم. قول السائل: عندنا صندوق عائلي تعاوني بدأ في هذا الشهر، بحيث يدخل الصندوق مبلغ قرابة 1300 ريال، كيف نحسب زكاته وكيف نحسب الحول وجزاك الله خيرا؟ الصندوق إذا كان للبر والمساعدة المحتاجين ليس به زكاة، لأن هذا مصرفه ومصرف الزكاة. أما إذا كان الصندوق هذا استثماري وهذه التجارة والاستثمار، فالزكاة على الدراهم التي دفعتها فيه وعلى الأرباح التي تأتيك منه على رأس المال وعلى الأرباح. كل يزكي ما نصيبه في هذا الصندوق. نعم. نرجو إذا وكلوا واحد أن يقوم على الصندوق يدفع الزكاة عن الجميع فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: نرجو إبداء توجيهكم في التفجير الذي وقع في كنيسة في الإسكندرية في مصر وجزاك الله خيرا. هذا من الغدر، إن كان من المسلمين الذين هم في مصر إنها مصر فهو غدر، لأن هؤلاء النصارى هؤلاء لهم عهد ولهم ذمة عند المصريين، جيرانهم ويسكنون معهم من قديم، لا يجوز الغدر بهم. وإن كان من خارج من مصر داخل على مصر ما هم من أهلها فهذا لا يحسب على أهل مصر. نعم. سماحة الشيخ أحسن الله إليكم، كيف أترك التفكير في الانتحار وجزاك الله خيرا؟ ما يحتاج سؤال، اترك التفكير وتعود من الشيطان، استعذ بالله من الشيطان، واستعظم هذا، اعرف خطورته وإثمه، وتصور العاقبة التي ستؤول إليها وهي أشد مما أنت فيه من المضايقة الآن، تصور هذا وتذكر هذا واسأل ربك، اسأل ربك الهداية أن يهديك وأن يمنعك من هذه الجريمة. يقول السائل: أسكن في الرياض وأذهب لزيارة أبي في الجنوب ولا أملك بيتا، فيقول يذكر أنه يسكن عند أبيه، فهل يترخص بأحكام السفر؟ يقول أنه يذهب لزيارة أبيه في الجنوب ويسكن عنده في بيته، هل له أن يترخص بأحكام السفر؟ إذا كان ما هو مقيم في البلد من له ذهب إليه وإنما ذهب لزيارة إقامته أقل من 4 أيام فلا بأس أن يترخص، لأنه ما زال مسافرا. لكن كونه يترك صلاة الجماعة ويترك المسجد ويترك يقول أبا صلي قصر، صلي مع الجماعة ويتم مع المسلمين زيادة أجر وخير ولله الحمد. لكن من حيث الحكم إذا قصر في هذه الحال وإقامته أقل من 4 أيام ويرجع إلى بلد إقامته واستقراره فلا بأس بذلك، صلاة صحيحة. هذه سائلة تقول: زوجي في السجن وحصلت بيني وبينه مشاكل وضغوط نفسية، فرمى علي بطلقة والآن يريد أن يراضيني، فكيف لي ذلك؟ وهذا يأتي إلى إما إلى المحكمة الشرعية وإما أن يأتي إلى دار الإفتاء ينظر في سؤال إن شاء الله. نعم. قل السائل: سماحة الشيخ، ما الحكم في الحلي الذهب المستعمل؟ هل فيه زكاة؟ وجزاك الله خيرا. الراجح والذي عليه الأكثر أنه ليس فيه زكاة، ما دام يعد للاستعمال ليس فيه زكاة، لأنه لم يعد للنمى وإنما يعد للاستعمال، ولأن في إيجاب الزكاة فيه تضييق على المرأة لا سيما إذا كانت فقيرة ما تملك غير هذا الحلي، ماذا تعمل؟ إما أن تنحرم من الحلي وإما أن تستدين وإما أن تبيع منه، هذا مضايقة لها. الراجح والله أعلم الذي عليه أكثر العلماء أنه ليس فيه زكاة. نعم. قل السائل:
قول النبي عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. نرجو التوجيه ببيان هذا الحديث. حديث واضح فيه فضل المشي بين نقل الأقدام إلى المساجد، وهذا ورد بمعنى حديث كثيرة تؤيد، إن كان هو بنفسه فيه ضعف لكن له شواهد له ما يقوي المشي إلى المساجد. كل خطوة يخطوها حسنة تحط عنه بها خطيئة كما في الحديث. نعم. قل السائل: سماحة الشيخ، كثرة الفتن في هذه الأيام في العمل والسوق وغير ذلك، كيف أستطيع الإنكار مع أني أترك الإنكار من أجل الحياء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليؤيده بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه. الإنكار لا بد منه، أقل شيء بالقلب، وإذا أنكرت المنكر بقلبك ابتعد عن مواطن المنكر ولا تخالط أهله. نعم. قل السائل: سمحت الشيخ، رجل متزوج وله أولاد، عزم على الزواج من زوجة أخرى ويريد أن يفرغ صك البيت باسم الزوجة الأولى لأنها تعبت معه من سنين، فهل في ذلك بأس؟ ليس لها بأس، عطية الزوجة فيها زوجة من ماله ما في بأس إن شاء الله. نعم. قل السائل: متشاجران بينهما خصومة، فهل السلام إذا لقيته ويقول فهل السلام إذا لقيته في قلبه عليه ما عليه يخرجنا من الوعيد؟ يقول: متشاجران بينهما خصومة، فهل السلام إذا لقيته وفي قلبه عليه ما فيه يخرجنا عن الوعيد الشديد الذي جاء في الهجر؟ نعم، إذا سلمت عليه أنت أديت الذي عليك، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فأنت سلم تأدي ما عليه وعليه ما حمل. نعم. أحسن الله إليكم، ذكرتم أن الجهاد له ضوابط وشروط مذكورون في كتب العلم، فهل لا ذكرتم أسماء بعض هذه الكتب لكي نستفيد منها؟ كل كتب الفقه مطولات أو مختصرات، كتب التفسير، كتب شروح الحديث، كلها مذكور فيها ضوابط الجهاد وشروط الجهاد، لكن هذا يحتاج إلى تعلم، إلى دراسة، تعلم، ما يكفي أنك تطالع في الكتب بدون عالم يبين لك صحيح، يبين لك الطريق، قد تفهم خطأ. نعم. امرأة الحامل أرادت حمل شيء ثقيل فاعتمدت بكرسوعها على بطنها فمات الجنين في بطنها، فهل عليها فدية؟ نعم، عدم موت الجنين بسبب فعلته، وهي أنها اتكأت على الجنين أو اعتمدت على الجنين ومات، هذا تسبب، كن عليها كفارة، عتق رقبة، الرقبة غير موجودة الآن، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين. نعم. الأسئلة كثيرة يا شيخ، نستمر؟ والله أعطيكم معنا، قال الشيخ الإقامة ليرى الشيخ. نعم؟ أمر الشيخ السعادة يبقون الجمال، الجمال لهم حق. طيب. جزا الله معالي الشيخ صالح من فوزان الفوزان خير الجزاء على ما تفضل بهذه المحاضرة العظيمة النافعة، وجزاكم الله خيرا على حضوركم.